Ligas, 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 هذا مزيان. هذه تاعنا المؤسسه، حنا الاولي راه مضرورين، ماشي هو راه مضرور. هذه فيها خبزه اولادنا، حنا المدير هو راه يجي، رانا خدمنا شحال مع شحال من مدير، ماشي غير هو، راهم جاوا وراحوا، ولاهم يقعدوا هما العمال، والعمال هما اللي مضرورين، ما كانش اللي مضرور كيما العمال، والعمال اللي مضرورين اللي يخدموا في الانتاج. بليسيت انا نظرت في عيني، هاي عيني هاي هاي عيني، انا مضروب في عيني، جبت لهم شوش حاجة عمل هنا في المؤسسة. انا خدام داخل برودكسيون اعمال شاقة، من جيت جبت لهم ورقة المرضي شوشمون بوست الإدارة المؤسسة الحرس العاك سموه شاف بيرسونيل، قال لي زحكني، وكي روحت للمدير ما استقبلنيش كاع، حقرني نيشان، قال لي ما تزيدش تدخل. واقفين هنا هو رحيل المدير ولجنة التحقيق تدخل في اقرب وقت باش يشوفونا هذه الوضعيه هذه اللي رانا فيها باش ندخلونا نخدموا. هاد العمال راهم دايرين اضراب غير قانوني، غير قانوني، وراهم يعاقبوا في ولايه سعيده، يعاقبوا في المستهلكين تاع سعيده الحليب ما خرج لهمش، يعاقبوا في الفلاحين تاع سعيده الحليب تاعهم ما قدروش يدخلوه، ما خلو حتى واحد يدخل، ما خلو حتى واحد يدخل باللعبه بالمؤسسه. نتحاوروا معاهم، قالك ما عندي حتى حوار معاك، الحوار الواحد انك ترحل. الابواب مفتوحه، هذه مؤسسه الشعب الجزائري، وكل رانا عنده حق فيها، واللي عنده حق راني هنا واتقوا الله في الخير اللي رانا نضيعوا فيه اولا، وثانيا اللي عنده حق انا راه ربي بيناتنا، اروح نعطيك حقك، اللي يسمح لك به القانون نعطيه لك، انا ما نقدرش نعطيك حاجه خارجه عن القانون، وما نقدرش نمخلك بحاجه اعطيها لك القانون، حنا الشيء اللي يعطي لك العرق تاعك انا ما ناكلوش.